هنروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله بيشاركوا زي ما حضراتكم عارفين في الاولمبياد. النادي الاهلي بيدعم المنتخب باربع لاعبين، هم مين؟ محمد البالي، يسرى اشرف حلمي، هنا جوده، وطبعا قبليهم خالد عصر. وهيكون معاهم طبعا من ابناء الاهلي كمان عمر عصر واللي محترف في فرنسا، ودينا مشرف واللي انتقلت من الدوري الالماني للدوري الفرنسي من اسابيع. منتخب تنس الطاوله لسه راجع من ايام من المانيا بعد ما عمل معسكر مغلق هناك استعدادا للاولمبياد. بالتوفيق للعيبه الاهلي ولعيبه المنتخب طبعا بصفه خاصه، ونتمنى ان شاء الله وصفه عامه نتمنى ان شاء الله يحققوا ميداليه في الاولمبياد.